السلام عليكم. محاضرة الأجهزة الطبية للمرحلة الثانية، جهاز السنترفيوج، محاضرة العملي جروب A. تحدثنا بالمحاضرة السابقة عن جهاز السنترفيوج، تطبيقاته، أشكاله، أنواعه، استخدامه. راح نجي أيضا نستعمل اليوم ملزمة من الملازم القديمة مال العملي. يجوز جماعة جروب البي اللي موجودين راح يشوفوها شوية همينة مختلفة عن ملزمة جروب البي. ملزمة الأجهزة الطبية كانت بوقت مهندسة حنين صالح الله يذكرها بالخير، معيدة من الأوائل على الكلية، واشتغلت معيدة عندنا بالكلية، وبعدها طلع تعيينها أعتقد وراحت استعينت. فجهاز سنترفيوج، نجي نبدي نعيد السنترفيجيشن. is one of the most important and widely applied research technique. هي واحدة من أكثر الطرق البحث العلمي المستخدمة بشكل واسع ومهمة جدا، وخصوصا بالبايوكيمستري، سيلولار، مولكولار بيولوجي and in medicine. لها استخدامات بالطب والكيمياء والى اخره والاحياء. Current research and clinical applications rely on isolations of cell, subcellular organelles and macromolecules often in high yields. اغلب التطبيقات هاي تعتمد على فصل ذني المكونات من محاليلها. السنترفيوج هو كجهاز، هو equipment driven by electric motor، قلنا هو جهاز يتحرك. دكتور بس ماكو برزنتيشن. عفوا ماكو برزنتيشن، شكرا. ثواني الطلاب كان المفروض تنبهون من البداية. هسه نعم واضح. تمام. السنترفيوج هو جهاز دريفن باي موتور الى اخره. الموديلات القديمة كانت دريفن باي هاند، يدويين. تخلي puts an object on rot in rotation around a fixed angle، تخليه يفتر حول محور ثابت، ونطبق قوة عمودية على محور الدوران. هذا إذا محور الدوران الدرايف شيفت دمبو أعلى من الجانب، القوة تكون عمودية عليه. هذا شكل السنترفيوج الكلينيكال طبعا، وهذا الكنترول مالته اون اوف الى اخره. How does the centrifuge work? The centrifuge works using the sedimentation principle. يعتمد على مبدأ السيدمنتيشن اللي هي الترسيب. Where the centripetal acceleration cause more dense substances to separate out along the bottom of the tube. حيث ان القوة الدورانية تطبق ان تعجيل، هاي القوة الدورانية تفتر هيج، تطبق ان تعجيل الى الخارج، يخلي ان المواد تترسب على حافة التيوب. مبدأ العمل يعتمد على الروتيشنال مومنت، موشن الحركة الدورانية، والقوة التعجيل الطرد المركزي. أنواع المانيوال اللي هو هاند اوبريتد، سرعته ما تتجاوز ال 1500 ار بي ام، يستعمل لفصل السوائل البسيطة او العمليات البسيطة. ثانيا الكتريكال سنترفيوج اللي هو بيه نوعين، وكل نوع ينقسم طبعا الى انواع. النوع الاول اللي هو الاوردينري سنترفيوج ينقسم الى لابريتري سنترفيوج والالترا سنترفيوج. اللابراتوري من 3000 الى 10000 ار بي ام، فصل الدم، مكوناته الى اخره وخلاياه. الالترا سنترفيوج لحد 51000 ار بي ام، هاي تفصل لنا المكونات بشكل دقيق وضمن درجة حرارة الغرفة، ونسوي فاكيوم، نسحب الهواء من داخل الحجرة حتى نقلل الاحتكاك. يعني الحجرة تشامبر مال الالترا سنترفيوج مفرغة من الهواء حتى تقلل ان
الاحتكاك ونقدر نوصل لهاي السرعات العالية. النوع الثاني اللي هو مو يعني الاورديناري، والنوع الثاني الالترا ريفرجريتد سنترفيوج. هذا الجهاز بسرعات تتراوح من 50,000 إلى 75,000، وطبعا الأجهزة الحديثة لحد 150,000 RPM. هذا ب فيتشر مهمة اللي هي كولينج ديفايس، حتى تحافظ لنا على حرارة ثابتة في داخل الحجرة للمحلول، لأن ذاك السرعات العالية راح تصير حرارة عالية راح تأثر أنه ممكن على المحلول نفسه. فإحنا لا، هذا الريفرجريتد بتبريد يحافظ لنا على الحرارة ثابتة، حرارة المحلول ثابتة. فيقول لك هاي الحرارة تأثر لنا على فصل المكونات وإلى آخره. مكوناته الكي تو كلوزنج اللي هي الدقمة مال الإغلاق والفتح، كفر خارجي، ماطور كهربائي، قاعدة، مطاط، رابر بيس. اللي مصلحين غسالات أو يعني اللي شايفين غسالة تتصلح أو في اليوم عطلان عندهم الغسالة، من ينزل جوا يشوف الماطور مالتها بقاعدة رابر، يعني تشبن تشبن مطاطة على مود الماطور من يتحرك، مو يتحرك حديد على حديد، لا رابر شوية تمتص الاهتزازات. رابر ليكس أيضا هاي بأسفل الجهاز، ماسك اوف ذا واير هاي هيج، كاباسيتر بوكس هاي بالمين بورد يعني ومو كلش مهمة، لينك كونكتينج ذا وايرز، وايرات توصيل هاي وايرات التوصيل، دقمة السرعة والروتر والمكان اللي نحط بيه العينات. هذا الشكل هو أفضل. هنا أنا هذه الحجرة مال السنترفيوج، هذا هيماتوكريت، هاي حجرة السنترفيوج. هاي هنا الروتر اللي هو راح نخلي عليه العينات، هذا القفل مال العينات، هذا الماطور الكهربائي، وهذا الشيفت درايف شيفت، قاعدة رابر هنا تشبنه على مود يقعد عليها، سنسر فور لود بالانسنج، سنسر على مود يتحسس انه الوزن متساوي متوزع بالتساوي او لا، اكوبلنج او لا، كفر خارجي يعني البوابة الخارجية اللي تغلق لنا شو اسمه، سلندر اسطوانه على مود يعني التشامبر. هنا عندنا اكو ليفلر او يعني ليفل انديكيتر، هذا حتى نعرف انه السنترفيوج قاعد عدل او لا، فقاعه صغيره نعرف من خلالها السنترفيوج قاعد عدل او لا. الجسم الخارجي البادي، السويتشات الاون اوف، فيدر مال الكهرباء، هاي نيل انستل ذا موتور، هاي البراغي اللي تثبت الموتور حتى نفكه ونفتحه، هذا المين بورد، كيبورد، الواجهة الأمامية، هذا التصميم الداخلي. هنا الموتور بمكونين أساسيين، الستيتر والروتر. من مفسخ موتور كهربائي؟ من مفسخ موتور كهربائي؟ شايف الماطور الكهربائي، ماطور المي، ما حد مفسخه. دكتور بيه ما روحوا بهيج ملف داخلي شلون بي واير ملفوف جوا. حلو، شو رايك بهذا؟ ايش بها؟ اي تقريبا مثل هذا. جيد. هاي المروحه طبعا ما التبريد، هذا يسموه روتر. حتى هسه من تروح تصلح يقول لك ها الروتر او الارميتشر فيه مشكله، هذا الروتر هذا يسموه ستيتر. ستيتر من ستيت ثابت، هذا الستيتر. اذا نقدر نغير اللون وبسهوله، وهذا يسموه الروتر الدوار من روتيشن، وهذا الدرايف شيفت، هذا بول بيرنات على مود تسهل لنا الحركه الدورانيه، وهذا الستيتر بي كويل.
طبعا الروتر همين اما بماجنت او بكويلات ثانويه والى اخره. المهم هذا هو شكل الماطور من الداخل، فهو ب شغلتين اساسيه، الروتر والستيتر. روتر، ستيتر، فان، مروحه، هواء على مود التبريد، نان درايف اند والدرايف اند، هاي من نان الدرايف شيفت. هذا هو شكل الماطور. القرص الدوارك بنوعين، الفيكست انجل اللي هي زاويته ثابته، والسوينج باكيت اللي هو متحرك، اولا يكون للاسفل وبعدها يكون بشكل افقي. اعطى للجهاز البراشز الفحمات. حد يعرف الفحمات؟ مو النرجيله. نعم دكتور، شايفين اي مال شنو؟ حتى سرنا بالكوسرة دكتور، فحمات نبدلها. يصيرون بالكوسرة عشتي لك. هاي البراشز نسميها فحمة، يسموها فرشات. هاي البراشز فحمات أو مادة موصلة احتكاكها قليل، يعني طبعا هي كونسيومبل تتآكل. هاي توصل لنا كهرباء، توصل لنا كهرباء من هنا لهنا. بس هذا بما انه هو يفتر، فاحنا شلون نوصل له كهرباء وهو دا يفتر؟ يخلون هنا هاي موصلات نحاسيه، هذا راح يفتر، كل ما يفتر يلامس طرفين من عنده يلامسن الفحمه. هاي الفحمه بها سبرنج على مود دائما تدفع الفحمه من تبدي تتاكل، تدفعها باتجاه الروتر، بعدها من الفحمات خلصن نبدلهن. هاي الفحمات طبعا مشكله شائعه بالماطورات، يعني اغلب الماطورات تروح تلقى الفحمه خلصانه. حتى ماطورات بيوتكم اذا في اليوم لقيتوها ما تشتغل، ممكن مجرد ان تبدل فحمه ب 2000 دينار تغنيك عن 25000 دينار تذبها بالتصليح. هاي الفحمات حياتهن يلامسن هذا الجزء النحاسي من الروتر، بها سبرينج مثل ما نشوفه هنا وموصلات والى اخره. فهنا يقول لك واحدة من أعطاله هي البراشز، أنه خلصت أو عطلت بسبب الاحتكاك. العطل الثاني damage the tube through rotating that cause separate of the sample on the cover. هنا عندنا إذا مشكلة واحدة من التيوبات انكسرت أثناء الدوران، بها شقوق أو ما تحملت أو سرعة جدا عالية خلت هاي تتطشر. من راح تتطشر بسرعات عالية 5000 10000 RPM راح تسوي لنا سحابة من العينات بداخل الحجرة، يعني غيمة من العينات متطشرة بداخل الحجرة، إذا دم إذا مي إذا غيرها، والزجاج متطشر بكل مكان. طبعا بهيج حالة يقول لك أبد لا تفتح القفل، انتظر 30 دقيقة تقريبا حتى تترسب هاي المواد للأسفل، وبعدها افتح وابدي نظف. يعني الموضوع مزعج بس ابدي نظف. الثالثة لازم الجهاز ينحط على سطح مستوي، سطح مستوي. قلنا لكم اكو هاي العدسة اللي بها فقاعة ويقول لك انت حاط الجهاز عدل او لا. هاي أعطال بسيطة من أعطاله، وطبعا أعطاله أكثر حسب الجهاز، إذا كان analytical أعطاله أكثر، إذا كان hematocrit أعطاله بسيطة، السنترفيوجات البسيطة. كل ما يتعقد النظام كل ما تزداد مشاكله وأعطاله. أكثر سنترفيوجات عندنا حتى سنترفيوجات حديثة، عندنا دكتور عراقي حصل بها براءة اختراع مسجلة في ماليزيا، دكتور محمد صبري من جامعة النهرين، دكتوره أخذ جهاز سنترفيوج يقيس مدى الترسب عن طريق سنسرات. يعني احنا بالحالة العادية شلون نعرف ان المادة ترسبت او لا؟ نقول وقت، نقول هاي 10 دقائق راح تترسب، ورا 10 دقائق نفتح نشوف ترسبت او لا. اذا ما ترسبت معنات هاي العينة فشلت أو نحتاج نشغلها مرة ثانية. اللي سواه هو سوى سنترفيوج ما يعتمد على الوقت وإنما يعتمد على الترسب،
بحساسات تقيس مدى الترسب. فنختار بدل ما نختار وقت وسرعة، لا نختار ترسب 100%، ترسب 80%، وهذا الشيء الحساسات تقعد تقرأ، يخلي الجهاز يشتغل لحد ما الحساسات تقرأ أنه الترسب صار 80%، توقف الجهاز. أكو مثل هيك حساسات، مثل هيك أجهزة سنترفيوج موجودة حديثة بها حساسات ألترا ساوند أو حساسات ضوئية تتحسس مدى الترسب. هاي الحساسات أيضا ممكن تعطل بالأجهزة الحديثة. فيعني هي الأعطال مو بس هاي ذكرناها، بس هاي كانت نبذة تعبانة عن الأعطال. السيركت دايجرام، باور سبلاي 220 فولت 50 هرتز، فيوز، اون اوف سويتش على الحار والبارد، يفصل لنا حار وبارد سوية، تايمر سويتش، هذا تايمر ايضا يفصل، سيفتي سويتش اللي هو ما يشتغل الجهاز اذا ما نسد الباب، ها سيفتي سويتش، هذا موتور سبيد كنترول نتحكم بسرعة الموتور. طبعا السبيد كنترول لها انواع، من عندها مقاومة متغيرة، من عندها جيفت وموسفت، نقطع بالبالس ويدث موديليشن ونتحكم بالموتور الى اخره. وهذا الموتور، هذا موتور يعني دائرة كهربائية بسيطة. الصراحة هو شوي اعقد من هالشيء هذا، بس هاي على قد يعني حجم الملزمة. لهنا أنا أعتقد انتهت محاضرتنا. اللي عنده سؤال أو استفسار قبل أن ننهي المحاضرة. قبل أن ننهي، هذا الصورة واضحة، الصور واضحة؟ نعم واضحة. السنترفيوجات أشكالها متنوعة متعددة، الكنترول مالته ممكن ديجيتال، ممكن شاشة لمس، ممكن دقم عادية 7 سيجمنت إلى آخره، ممكن حتى مانيوال مثل هاي مانيوال، ممكن مهمته واحدة فقط اون اوف والسرعة ثابتة مثل الهيماتوكريت والوقت متغير، ممكن سرعته متغيرة حسب الاستخدام مالته الى اخره. فراح تشوفون انتو هواية اشكال. هذا طبعا لوك، هم زين واضح اللوك هنا، أنا هذا السيلفر، هذا قفل من ينزل هنا جوا يقفل الباب عليه حتى ما يفتح القفل. اشكاله كلش هواي، راح تتعرفون انتو ان شاء الله اذا اشتغلتوا ويا شركة مختبرية راح تشوفون انه الى اول ما لا اخر. مثلا هذا باكيت، سوينج باكيت، متعدد الاستخدام، متعدد الاشكال، هيماتوكريت اللي تعرفنا عليه بعينات الكابيلاري تيوبس، تيوبات ايضا لها اشكال مختلفة، احجام مختلفة، عينات مختلفة. ما اعتقد بعد عندنا شيء. اكو من عنده هذا تيبل توب او بنش توب، اكو من عنده ستاند الون مثل هذا اللي تشوفوه، هو لا ميز ولا ابد، هو قاعد بالقاع لانه معقد وحجمه كبير والى اخره. نشوف مثلا الالترا سنترفيوج، هذا هو الالترا سنترفيوج، جهاز عملاق، سرعات عالية، متطور جدا، مشاكل اكبر، معقد اكثر. اكو من عنده ما ندخل عينات وانما ندخل له محلول، يعني المحلول دائم التغذية للجهاز والجهاز يفصل يسوي لنا عملية فلترة أكثر مما يسوي لنا عملية ترسيب.
يعني هو مو بس نقدر احنا نستعمله بالترسيب، وانما نقدر ايضا نستعمله بالفلترة. هذا النيوكليار سنترفيوج اللي هو جهاز الطرد المركزي بالنووي، هذا للغازات. ايضا نفس الفكرة، ماطور ويفتر ونغذي الغازات من جهة، ونسحب الغازات اللي نريدها من الجهة الثانية، التغذية باللون الأخضر وسحب الغازات اللي احنا فصلناها باللون الأصفر. وهنا دا يصير الفصل حسب الوزن، العدد الذري للجزيئات، أو عفوا للذرات. جهاز متطور ومعقد جدا. هنا أتمنى تكون انتهت محاضرتنا. أي سؤال أو استفسار عندكم قبل أن أنهي التسجيل؟ ننهي تسجيل المحاضرة.